أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تجهيز أكبر مركز لتلقي لقاح كورونا بأرض المعارض. يقع المركز على مساحة تصل إلى 3000 متر مربع ويستقبل يوميا من 10 إلى 15000 مواطن لتلقي اللقاح، وذلك على مدار 13 ساعة، حيث يستقبل المواطنين من 9 صباحا وحتى 10 مساء. وأتي تجهيز المركز في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وتسهيل حصول المواطنين المصريين على لقاح فيروس كورونا.